السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. الهبطة ديال الهرهورة طلع لي كدينا جيت شيخ الضاوي جيت حي النهضة. العملية ديال الهدم رسميا انطلقت في شارع علال بن عبد الله هنا في سيدي محمد الشريف. هنا كنشوفوا حضور السيدة القائدة بهي أعوان السلطة القوات المساعدة. العملية ديال الهدم اللي غتنطلق بعض اللحظات في بنايات أخرى اللي كتعلق بأفراد جيش لودايا. كما كتشوفوا معنا عملية الهدم غادي في واحد الأجواء جيدة، أجواء عادية جدا بعد ما تعلنوا اللوائح ديال أفراد جيش لودايا. فاليوم كنشوفوا أن العملية ديال الهدم كتنطلق في مجموعة من النقاط. خليكم معنا باش غتشوفوا معنا التفاصيل الكاملة ديال عملية الهدم. وفي هاد اللحظات الإخوان كنشوفوا معنا الفيلا ديال القميحي محمد اللي غتشملها عملية الهدم. ربما كتبان لي واحد البناية اللي كبيرة وكبيرة بزاف. غتشوفوا معنا أمور اللي هي مهمة، كنشوفوا هنا مجهودات كبيرة كدار في هاد اللحظات. فغنشوفوا واحد العملية ديال الهدم كبيرة الإخوان. خليكم معنا، نتمنوا من الله الامور تمشي على اكمل وجه ان شاء الله وتكون مزيان. خليكم معنا. كما كتشوفوا معنا دائما مشاهدينا الكرام عمليه هدم كبيره في هذه اللحظات. عمليه هدم كبيره غادي تكون في هذه اللحظات. كنشوفوا جابوا واحد الاله اللي هي صحيحه اللي غتعطينا واحد العمليه اللي غتكون ان شاء الله مزيانه. فنتمنوا من الله الخير والتيسير في انتظار ان شاء الله النوعيه ديال التعويضات ونشوفوا الامور كيفاش غتكون ان شاء الله. كتشوف معنا السيده القائده حاضره هنا كتواكب العمليه واقفه على كل كبيره وصغيره. هذه الاجواء صراحه كنشوف امور اللي هي عاديه جدا. في هذه اللحظات كتنطلق العمليه ديال الهدم. وهنا غادي نعطيكم واحد النبذه على المنزل ديال القميحي. كما كتشوفوا معنا من البنايات الكبار تبارك الله، من البنايات الكبار الاخوان. اليوم افراد جيش لودايا بتفاعل ايجابي ديالهم مع السلطات المحليه كنشوفوا الامور تبارك الله كيفاش دايره. كنشوفوا دار اللي هي كبيره، كنشوفوا امور اللي هي مهمه. شوفوا معنا الاخوان، شوفوا الجردة تبارك الله، شوفوا الامور. يا سلام، صراحه الله يكون في العوان، الله يكون في العوان، الله يكون في العوان. اش غادي نقول لكم؟ الله يكون في العوان والله يبدل بمحسن، الله يبدل بمحسن. مني كنهضروا على افراد جيش لودايا كنهضروا على شجر الكرم، كنهضروا على الزيتون، كنهضروا على الخيرات ديال الله، وكنهضروا على الشجر المثمره الاخوان. كنتمنوا من الله افراد جيش لودايا ياخذوا الحقوق ديالهم كامله. كنشوفوا انه العمليه ديال الهدم وحنا كنتواجدوا الان بسيدي محمد الشريف. فكتشوفوا معنا تبارك الله واحد المساحه اللي هي كبيره وكبيره بزاف. عمليه الهدم انطلقات وغادي نخرج لبرا باش نقربكم من الامور كيفاش دايره. فكما كتشوفوا معنا بنايه كبيره هنايا جات في الجنبات ديال الطريق اللي كتهبط للهرهوره. كما كتشوفوا معنا دائما مشاهدينا الكرام هذه هي الاجواء هنا من قلب المنزل. بنايه كبيره جدا، مساحه كبيره. فنتمنوا من الله الخير والتيسير والله يعوض بمحسن. فكما كتشوفوا معنا العمليه ديال الهدم انطلقات. غادي نحاولوا نقربوكم من الامور كيفاش غادا تشوفوا معنا الاخوان. الاله ديال الهدم في هذه اللحظات بدات. كما كتشوفوا معنا هادشي كله غادي يهبط، البنايه لداخل كذلك، واحد المساحه كبيره من اكبر المنازل هنا في سيدي محمد الشريف. من اكبر المنازل في سيدي محمد الشريف في جنبات شارع علال بن عبد الله، الطريق المؤديه من مسجد الاندلس في اتجاه الهرهوره. في هاد اللحظات بدات العمليه ديال الهدم ديال المحلات اللي جاو جنب الطريق. وشفتوا معنا تبارك الله الدار قداش، غادي ناخذكم في الجنبات وتشوفوا معنا الجرده هنا قداش. هادو غير المحلات اللي جاو في الطريق. شوفوا تبارك الله الاخوان، شوفوا تبارك الله. كنهضروا على افراد جيش لودايا، كنهضروا على الديور الكبار. فكنتمنوا من الله الخير والتيسير ونتمنوا من الله ان التعويضات تكون في القريب العاجل وتسوى الملفات ديال افراد جيش لودايا. شوفوا تبارك الله الاخوان، شوفوا الخيرات ديال الله هنايا. غادي نديكم في اماكن اخرى. هنا عندنا لافوكا، عندنا مجموعه من الامور، فالله يدير لي فيها الخير يا ربي. كما كتشوفوا معنا دائما عندنا هنا كذلك الكوارة. ثم الاخوه راه تبارك الله واحد المساحه هنا، راه فيلا تبارك الله ما شاء الله تبارك الله تبارك الله. هنا الاخوه الكوارة تبارك الله، شحال من كوري وشحال من بيت وشحال
الله يعوض بمحسن، الله يعوض بمحسن، الله يعوض بمحسن. هادشي اللي غنقولوا الاخوان، هنا مجموعه من المحلات اللي كانت هنا، مجموعه من المحلات اللي كانت هنايا، هادشي كله الاخوان غادي يمشي. واش غادي نقول لكم؟ الله يدير لي فيها الخير، الله يدير لي فيها الخير. كاينين ديور كبار للافراد كيشلو هدايا اللي ولفوا يعني اتساع ومجموعه من الامور. شوفوا الاخوان، الله فوقا، الله فوقا مسكينه، لا اله الا الله. فكما كعرف الجميع مجهودات كبيره دارت باش هذا الملف هذا يخرج الارض للوجود. كما كتشوفوا معنا هنا الكوارة، باقي كنوريكم غير الكوارة الاخوان، وما ساليتش تبارك الله. كنهضروا على واحد المساحه اللي كبيره هنايا، شوف 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 تبارك الله. هانتوما كما كتشوفوا معنا دائما مشاهدينا الكرام، عمليه الهدم متواصله. واش نقول لكم؟ الخير ديال الله. كما كتشوفوا معنا هنا لافوكا تبارك الله، ما شاء الله كتشوفوا الخير ديال الله هنايا. الله يعوض بما احسن. هنا كنشوفوا شجر تبارك الله اللي فيه الخير ديال الله. انتم كما كتشوفوا معنا دائما تبارك الله، شوف 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 الاخوان، شوف شوفوا الخير ديال الله، الودايه والعلاقه ديالهم بالشجر وبالخير وبالكرام. الله يدير شي تاويل ديال الخير، الله يدير شي تاويل ديال الخير. كما كتشوفوا معنا دائما مشاهدينا الكرام، وحنا كنتواجدوا بالفيلا ديال خويا محمد القميحي بالجنبات ديال شارع علال بن عبد الله في الاتجاه الهرهوره، الطريق اللي كتهبط للبحرفه. من خلف هذا الباب هذا عندنا مساحه كبيره وكبيره بزاف، كنشوفوا تبارك الله غير الدار وشحال درنا فيها. شوفوا الاخوان تبارك الله، شوف 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 تبارك الله، شوف شوف الصور هنايا مع الشطب اللي هي هذه الارض كامله تابعه لهنا تبارك الله. هذه الارض كامله بالاضافه للشجر اللي شفتوا معنا لداخل، والدار تبارك الله كبيره. فالله يعوض بما احسن، هادشي اللي كنتمناو، الله يعوض بما احسن. فهاد اللحظات حنا اللي كنصوروا لكم لداخل المنزل والجنبات، وهنا الفران ديال التفرتيته وشكون اللي ما كيعرفوش والتاريخ القديم. فاليوم عمليه الهدم بدات، عمليه الهدم بدات. غادي نتوحشوا التفرتيته وغادي نتوحشوا الجيران والحباب صراحه، قدر الله وما شاء فعل. هذا هو الفران دخان وباقي خارج، ما عرفتش باقي كيطيب ولا لا. هنايا هنا كان عندنا الحولي، ياك هنا كان الحولي السردي. هاد البلاصه كانت معروفه بالحولي هنا المليح، والجوده كانت هنا الاخوان. اش غنقول لكم؟ الله يدير لي فيها الخير، الله يعوض بما احسن. النواب الاعيان داروا مجهودات، كذلك السلطات المحليه باش افراد كيش لودايا ياخذوا الحقوق ديالهم ان شاء الله. اليوم كنشوفوا افراد كيش لودايا تجاوبوا بشكل ايجابي مع السلطات المحليه، وكنشوفوا عمليه الهدم انطلقات في هذه اللحظات. عمليه الهدم انطلقات في هذه اللحظات، وهادشي كله حتى شي حاجه ما غادي تبقى. كما شفتوا معنا دائما مشاهدينا الكرام، قلت لكم عمليه الهدم راه وصلات المنزل هنايا، وكما كتشوفوا معنا هذه التفاصيل عمليه الهدم انطلقات. شوفوا معنا الاخوان، شوف 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 هذه اللحظات، شوف هذه اللحظات. هذو هما الحوانت اللي جاوا في الجنبات، هذو هما الحوانت اللي جاوا في الجنبات ديال الطريق. غادي يمشيو الحوانت، غادي يمشيو البنايات كاملين هنا اللي في الجنبات. فالله يدير لي فيها الخير، والله يعوض بما احسن. شوفوا معنا عمليه الهدم متواصله، عمليه الهدم متواصله. هنا كنشوفوا السيده القائده، كنشوفوا اعوان السلطه، كنشوفوا جميع الاخوان في تواصل مستمر مع الساكنه ان شاء الله، على امل ان العمليه ديال الهدم تدوز في اجواء مزيانه. وكما كتشوفوا معنا فالحمد لله كنشوفوا الامور راه غاديه على ما يرام لحدود الساعه. الامور الحمد لله كنشوفوا عمليه الهدم غادي بواحد الاجواء عاديه جدا. مشاهدينا الكرام، العملية ديال الهدم متواصلة في هاد اللحظات. Thank you.
هذا الجزء الأول من عملية الهدم. إن شاء الله ولي فراسكم ونتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم.